ورجعنا لكم بعد الكريب. هنعمل ايه دلوقتي؟ حاجه حلوه قوي عجبتني، هي حشوه عباره عن سامبوسك اللي احنا ما بنفتكروش غير في رمضان، احنا نفكركم بيه دلوقتي. هنحشي بحشوه برجر، اه والله، نحط عليه كمان جبنه ونقليه. تعالوا نقول المقادير، انا هنا بس في الوقت كنت بكسب وقت وكنت بايه بحضر البرجر. عباره عن ايه؟ كيس برجر، اي عندنا اي حاجه صغيره، سامبوسك، جبنه تشيدر او موتزاريلا او اي حاجه بتسيح، خلاص، لبن، بقسماط دقيق، بقسماط كريسبي اللي هو بيبقى حار، خلاص، في كده كذا حاجه اللي هي توابل مقرمشه. يلا بقى نعمل على طول. انا بجيب الدقيق ده وبحط عليه شويه ميه وبعمله كانه ايه، ميه ولبن كده، وبعمله كانه ايه كده عجينه. ليه بقى؟ عشان هنزل فيها السامبوسك وهقفل بيها السامبوسك اهو، بعد ما هقفله، بعد ما هحشيه، يبقى زي ايه كده الخليط السائل بتاع البشاميل، تمام اهو كده، وانا عندي هنا البرجر كمان بيستوي. تعالوا نقلبه، نجيبه هنا عشان اعرف املكه اهو، ماشي اه جدا، كتر خيرهم، خلاص اهو بسوي البرجر، لازم يكون طبعا مستوي. وعندي هنا ايه بقى؟ اه خلاص عملت الخليط ده، السمبوسك، وعندي زيت للقلب، ودي الجبنة بتاعتنا. تعالوا كده، تعالوا كده، ماشي. هعمل ايه بقى؟ هروح مقطعة حاضر، هروح مقطعة عندي الجبن هنا 4 ارباع علشان لما اجي احشي، تمام، الله يخليك والله، طبعا يا رنون تسلم ايديكي. ماشي اهي، ونحطهم كده، بس طبعا زي ما بقول لكم الجبن اي جبنه بتسيح، مش شرط نلتزم بايه، بجبنه معينه، نوع جبنه معين اهو. اجيب بقى السمبوسك عندي كده، وعندي هنا خلاص ايه البرجر، تمام قوي بيستوي. هعمل ايه بقى؟ اروح جايبه واحده، وايه احنا نجهز كذا واحده عشان نبقى جاهزين في اللف. ماشي، هي دي 2 ولا واحده؟ هيفكوا في الزيت لو 2، تعرفيش كده ولا ايه؟ اهو. ماشي، بصوا نعمل كده، ماشي، ونجيب ايه مثلا، مثلا مثلا ماشي، معلقه كده اهي الخليط اهو، نعمل كده، ماشي، نعمل دي كده ونلزق بيها هنا اهو، خلاص بقى عندنا ايه كده اهو، شايفين دي كده، ان احنا نحشيها جاهزه على طول تبقى سهلة معانا، قفلناها، تمام، شايفينها، شايفين الفكرة، تبقى سهلة معانا بقى كده واحنا جايين نبرم على طول، خلاص عملتها. تعالوا بقى، خلاص ده هنا ماشي اه، ده برضو بقى هيبقى حلو جدا زي ما بقول لكم، في النادي، على البحر، مع الاولاد، هيخليهم ايه ما يطلبوش حاجات كتير من بره. ادي كده البرجر نقطعه، اهو ماشي، نحط الجبنه بتاعتنا ونحط ايه البرجريه بتاعتنا اهو، ونحشيها كده ونقفلها، تمام اهو، بس بحب الف على ايدي بقى، معلش
خلاص اهو، وادي اخر حته، واروح جايبه المعلقه واروح قافلاها كويس جدا بالخليط اللي انا عاملاه. ماشي اهو خلاص. هعمل ايه بقى؟ هنزل كل دي في الخليط اللي عندي، وبعدين هنزله في التوابل المقرمشه. فاهمين الفكره؟ حشيناه وقرمشناه كمان بالسمبوسك، والزيت عندي بقى يكون سخن جدا جدا، واروح ايه نازله كده، لسه ما كانش سخن جدا جدا. ماشي تعالوا نعمل واحده، كم واحده كمان. خلاص ادي اهو، انا بقفلها ازاي بعلمها. ماشي اهو تمام، واحط ايه البرجر عندي، واحط الجبنه واقفلها كده تمام، وابرم بقى السمبوسك واخده على ايدي علشان اقفله كويس جدا. شايفين اخر واحده، اروح جايبه المعلقه وحطاها كده قافله بيها ايه، كل ما اجيب بقى مع معلقه تقع في الخليط، ونروح منزلها في الخليط من كل ناحيه علشان تمسك فيها ايه التتبيله، وارفعها. بصوا بتبقى عامله ازاي، شايفين؟ ماشي. ممكن بقى المره دي نحطها في ايه، في البقسماط، بقسماط او توابل مقرمشه. ياه عندك احلام وطموحات. عايزه اقول لكم ان ممكن بقى نحشي اي حاجه. بصوا الفكره، ممكن بقى نحشي اي حاجه عندنا، يعني هي الفكره دي مش شرط بس ايه نحط الجبن، ممكن نحط جبن، ممكن بصوا بعمل ايه في الاول، بعمل المثلث بتاعي وافتح بعد كده وحشي بقى براحتي اهو، وادي الجبنه واقفل وايه ابرم. حاضر ما خلاص بقى وابرم. ماشي، وفي الاخر زي ما اتفقنا بقفل بالخليط اللي هو ابسط حاجه دي، ومية عامل زي ايه العجينه، وبعدين بنزل بقى السمبوسك في كل ده في الخليط اللي انا عاملاه، واشيله واروح حطاه في الخلطه بتاعتي، سواء الفيجيتار الحار او اللي هي التوابل المقرمشه او البقسماط، ده او ده، واروح حطاه. عايزه اقول لكم ممكن نعمله ايه، فراخ اهو، بصوا ولا بيفك ولا اي حاجه. ممكن نشيل البرجر بقى، ممكن بقى حشوات الكريب اللي احنا كنا عاملينها اللي هي السجق، ممكن نحط السوسيس، الحاجات دي كلها ماشي ممكن نعملها. نشيل ده بس عشان ما يتحرقش، وادي هنا احنا بنقلي وبنكمل. الحاجات دي بتفرح الولاد وبتاكلهم، بتفرح الولاد وبتاكلهم اهي. اعملها كده المثلث تمام اهو، واقفل كده وياخد كده. ماشي، واخر واحده على طول اقفلها. قفلتي تمام، تعالي بقى انزلي. بس كده عجبتكم الحلقه بتاعت النهارده؟ سهله بقى. هسيب لكم ايه بقى، هسيب لكم تعملوا ايه، هسيب لكم تعملوا إيه؟ العصير الحلو، واحنا عندنا افكار كتير عملناها للحلو. هسيبكم انتوا بقى تعملوا الحاجات الايه السهله دي بقى. انا قلت لكم الافكار النهارده اللي هي ايه، ممكن تكون بس كده محتاجين ان احنا ايه. بجد؟ حاضر 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 يا استاذ. ماشي، اخر واحده بس هعملها،
ويا تلحق تطلع معانا يا ما تلحقش، هي ونصيبها. اهي ماشي، واقفله كده خلاص، وادخله في الخليط. بصوا تبقى عامله ازاي، ماشي، تقيل تقيل تقيل، واروح منزلاها بيمسك فيها بقى على طول، ماشي كده اهو، وننزلها معانا في الزيت. بصوا انا مش هقدر اعمل اكتر من كده. انا هبدا اطلع وانتوا بقى ايه اعملوا، وزي ما بقول لكم دي اتحط عليها شويه كاتشب برضو، مايونيز، وتتاكل اسهل واسرع سندوتشات برجر في التاريخ. مفيش اي حاجه، السبوسك اللي احنا بنفتكرهوش غير في رمضان، لا ليه وصفات كتير نقدر نعملها ونشغلها معانا. هرجع الحاجات واجي اطلعها لكم. حاضر حاضر حاضر، خلاص كده تعالوا نطلعه اهو، نجيب طبق عليه مناديل وخلاص، وهطلعه اهو. بصوا بصوا جميله، بصوا حلاوته اللي بيطلع مقرمش، والجبنه بتبقى بقى جوه ساحت اهي. يلا نطلعه، هياخد طبعا لون اكتر من كده، معلش انتوا بقى ادوه لون اكتر من كده، بس انتوا فهمتوا الفكره اهو. هو ياخد ايه، انا عايزاه بقى ياخد اللون ده، ماشي، هو ده اللي انا عايزاه ياخده، شايفين اللون ده، شايفينه، ماشي، هو ده اللون اللي انا عايزاه. تعالوا بقى نحطه فين، نحطه جنب الكريب عشان تبقى ايه اللي ياكل ياخد معاه واحده كمان، ماشي، نحطه هنا اهو. عايزه اقول لكم مقرمش ويجنن الخلطه دي، مخلياه مقرمش قوي. فين المسك، ماشي اهو، مخلياه مقرمش جدا، بس كده. ايه رايكم، وانا مبسوطه قوي بجد ان انا يعني حاولت اعمل لكم اكله اللي كلنا بنحبها، والحمد لله انتوا شفتوا قد ايه هي ناجحه وجميله ومختلفه، والكريب قد ايه طريقته سهله، وكمان ما بياخدش اي حاجه وسهل التحضير في البيت. احنا ممكن نحطه على البطاطس كده، وسهل التحضير في البيت وما فيهوش اي حاجه صعبه، وهيعجبكم جدا. الافكار كتير، احنا بس محتاجين ان احنا ايه نفكر ونطلع بره الصندوق، هنلاقي وصفات كتير كتير، وده اللي احنا بنحاول نساعدكم فيه. مبسوطه جدا جدا بالحلقه، ويا رب انتوا كمان تكونوا اتبسطتوا بيها ولقيتوا فيها حاجه جديده، وهتنفذوا الكريب السهل ده النهارده، وتبعتوا لي تقولوا لي ايه رايكم، وباي حشوه حبيتوها اكتر. كمان هستناكم تجربوا سمبوسك حشو البرجر بالجبن الخطير التحفه، هيعجبكم جدا، تقولوا لي ايه رايكم. كنت مبسوطه ان انا معاكم النهارده كالعاده في برنامجكم كل يوم اكله مع فيفيان، وبكره في نفس ميعادنا من 1 ل 2 على قناه تين تي في، استنونا.